احيانا الناس تقول اهم حاجه ان انت تحل، بس تحل بهدوء، وده اللي انت قلته في بدايه الحلقه. قلت ان بعد الخمسه الناس هديت فكسبت اربعه. لازم تحل بهدوء في الزمالك، تحل بهدوء والحل هياخد وقت يا كابتن سيف. يعني انا قبل اي ماتش من باب التفاؤل، كان كابتن احمد حسام ميدو في مره قال لازم تتفائل بالخير، تقول هنكسب، تخلي في حاله من حالات الايجابيه في اوضه اللبس. طب انا كل ماتش بقول هنكسب ثلاثه، هنكسب اثنين، هنكسب، يا نخسر ثلاثه، يا نخسر اثنين، يا نخسر واحد. اذا الموضوع هنا لا يتوقف بس على الجانب النفسي، لا. كابتن سيف، الزمالك في حاجه الى تغيير شامل في كل شيء، مش على مستوى فريق الكره بس. المدير الفني لنادي الزمالك جيسفالدو فيريرا، من بعد ما تمت اقالته وبعدين رجع، من النقطة دي الموسم انتهى يا كابتن سيف. من نقطة ان فيريرا رضي يرجع تاني بعد اقالته، هنا الموسم انتهى من وجهة نظري. طب ممكن اسألك سؤال انا بفكر فيه كتير وبتكلم فيه كتير؟ اتفضل. بس عايز اجابة في الجزئية دي. اتفضل. اللعيبة نادي الزمالك تقدر تلعب للزمالك ولا لا؟ لعيبة نادي الحالية. ايوه. انا قلت حركة يا كابتن سيف، لو بتتكلم في 12 لعيب لا يستحقوا ارتداء تيشيرت الزمالك. 12 لعيب. 12 لعيب. حضرتك تحب اقول لك اسامي؟ انا ما عنديش مشكله، بس حضرتك ما بتحبش كده. صح، برافو عليك. يعني حضرتك ما بتحبش كده عند بس انت عايزني اقول لك اسامي، اقول لك اسامي عادي. لا ذوق. طيب، من الصفقات اللي جت الناس عارفه اساميهم كلهم. 90% من الصفقات اللي جت لازم تمشي، ودي تبقى كارثه. انت لسه جايبهم هتمشيهم، اديني عقدي. اما انك تفسخ معاهم بالتراضي، لان فعلا يا كابتن سيف مع كامل احترامي ليهم، مع كامل احترامي ليهم تاني، في لعيبه كتير في الزمالك لاول مره انت بتشوف العدد ده كله. شفنا الكلام ده 2005 و2006. احنا رجعنا للزمن ده تاني يا كابتن سيف. طيب، عايز اسالك سؤالين سرعة قبل ما اروح لعتيتو. سيف فاروق جعفر، يوسف اسامه نبيه، الزمالك محتاج يتعاقد معاهم؟ طبعا 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 لازم الزمالك يتعاقد معاهم. طبعا طبعا طبعا. لعيبه كويسه، عندهم ثقه في نفسهم، وطالعين من ناشئين الزمالك ايا كان يا كابتن. سؤال معقد شويه. مين اللعيب في الزمالك اللي ما قدمش اللي عنده حتى الان، بس لو اخذ فرصه هيبقى كويس؟ والله يا كابتن انا ما اعتقدش ان مفيش حد في الزمالك ما خدش فرصه. يعني مثلا سيف الجزيري. يعني مين اللي عنده افضل ما قدمه، افضل من اللي قدمه؟ يعني ساعات كده تقول ايه، لا ده لو 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 الامور اختلفت، لو الفرقه فات، ده هيبقى في حته ثانيه خالص. على فكره سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه عندهم اكتر من كده، بس محتاجين يا كابتن منظومه كامله. اصل دلوقتي احنا مش بنتكلم على ان الونش واحد من احسن مدافعين مصر، رجع الماتشين اللي فاتوا كانه ناس الكوره. ليه؟ مش عشان هو وحش، لا هو لعيب كويس قوي، لكن في اوقات بتبقى محتاج اللي جنبك يشيلك. مين اللي يشيل الونش؟ يوسف اسامه نبيه هو لعيب لسه صغير، محتاج لما يبقى طالع. او حسام عبد المجيد محتاج لما يبقى لسه طالع يبقى اللي جنبه كويس يشيله ويسنده، مش ظهر. عبد الله جمعه يقدر يرجع يبقى عبد الله جمعه؟ صعب. هو ايه اللي مخليه كده اصلا؟ اللي هو مين السبب في عدم مشاركته؟ بغض النظر لا، ده بقاله سنين يا كابتن، بقاله سنين بالوضع ده، بقاله سنين مش ماتشين، ثلاثة أربعة. عبد الله جمعة بقاله ثلاثة أربع مواسم في الزمالك، مش هو. قارن بينه وبين عبد الشافي الراجل الخبرة اللي عنده 39 سنة ولا 38 سنة. لو في سلوجن بنقوله إن الكورة فيه مفاجآت، والريمونتادا واردة في أي وقت، واردة للزمالك في الدوري، واردة للزمالك بجهاز فني جديد إن هو يرجع يفوق. الكورة صناعة يا كابتن سيف، مش فهلوة. والصناعه بتقول ان انت لازم يكون عندك معطيات تديك نتائج، مفيش اي معطى عند الزمالك يخليه يوصل لنتيجه. الموضوع صعب جدا. رد الحقيقه مهم جدا، ان الكوره صناعه، وده رد مهم جدا. كمان السيري قال ان الزمالك في احتياج لعدد كبير من اللعيبه، هل اللعيبه دي تقدر تغير المردود ده؟ هل اللعيبه دي ممكن نيجي اخر السيزون نجيب الهستيري يقول لا ما بقوش 12 بقوا 5 بقوا 6، ولا يفضلوا 12 ولا يزيدوا؟ اكيد الاجابه مش عندي، عند اللعيبه. بعد الفاصل.